قرار الإدارية العليا بنقل أو تغيير الصفة الانتخابية للنائب السابق محمد أنور السادات في المنوفية من عمال إلى فئات. خلونا نستوضح ده من هند إبراهيم، مراسلة المصري يوم في المنوفية. هند، مساء الخير. مساء النور يا أستاذة لميس. هند، بالظبط إيه الوضع؟ إيه قرار، هل بالفعل صدر قرار للإدارية العليا حول ذلك وما تفاصيله؟ بالفعل ده مش أول قرار يصدر ضد أنور السادات، فمنذ أن تقدم بأوراقه ولقى طعن بمحكمة القضاء الإداري بجبين الكوم، عقد تقدمه أوراق ترشحه بتحويل صفته من فلاح إلى فئات بالدائرة الثانية بمركز تلة بسبب حصوله على مؤهل عالي. وتم صدور قبول الطعن ضده، وقام بالاستشكال عليه وعاود صفته مرة أخرى إلى فلاح، ثم تقدم نفس العضو باستشكال مرة أخرى وطعن آخر أمام المحكمة الإدارية العليا، وتحدد له جلسة يوم 19/12، إلا أنه تقدم بورق لتقصير الجلسة ليوم 10/12 بالفعل، وهو الطعن المقدم من نشأة الشيخ، وهو مرشح عامل عمال بصفة عامل على نفس المقعد. وهنجد ان في ظاهرة غريبة برضو، ترشح نفس شقيق نفس العضو ويدعى خالد الشيخ على مقعد الفلاح، اي انه هو وشقيقه متنافسين على نفس المقعد بنفس الدايرة. دي الدايرة الثانية مش كده هند؟ الدايرة الثانية فردي، الدايرة الثانية فردي مقرها مركز شرطة تلة. مظبوط. طيب النهارده الطعن اتقبل في الاداريه العليا، وجاء نص القرار تبعا لتصريح من الاستاذ ممدوح ماضي عضو الهيئه العليا لحزب الاصلاح والتنميه، قال ان الطعن اتقبل شكلا وفي مضمونه بما يتضمن تحويل صفه المطعون عليه من فلاح الى فئات، وادراجه في كشوف المرشحين كفئات، والزامه بدفع المصروفات. يعني كده محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية هيدخل المنافسة على مقعد الفئات ولا مقعد العمال أو الفلاح؟ حتى الآن، حتى هذه اللحظة، سيقود المنافسة على مقعد الفئات، على الرغم من أن كافة الدعاية الانتخابية الخاصة به تم توزيعها من ملصقات ولافتات لكون هيقود على مقعد العمال. بس ده يستلزم طبعا قرار من اللجنة العليا للانتخابات. بالفعل، بالإضافة إلى أن طبقا لتصريحات بعض المقربين من أنور السادات، قالوا أنه سيتقدم باستشكال عاجل إلى اللجنة العليا للانتخابات لتوضيح صفته. طيب يعني كل دعاية محمد أنور السادات أنه مرشح على مقعد العمال، مظبوط؟ بالضبط. وفي طعن من منافس له بأنه حاصل على شهادة عليا وبالتالي يجب أن ينقل إلى مقعد الفات. تمام. طيب لكن انا اعتقد انه طبقا للسوابق اللي احنا شفناها في الدوائر الاخرى وفي المرحله الاولى للانتخابات، يجب ان يصدر بذلك قرار من اللجنه العليا للانتخابات، ولازم يصلها مسوده الحكم وما الى ذلك، مش كده هند؟ طبعا. طيب هم المقربين ليه وعدوا ان هو يتقدم باستشكال عاجل لتوضيح صفته واستشكال على الطعن اللي تم قبوله ضده من الاداريه العليا. طيب اشكرك هند ابراهيم، مراسله المصري اليوم في المنوفيه. اذن الاداريه العليا قبلت الطعن المقدم من احد المرشحين ضد محمد انور السادات المرشح على مقعد العمال في الدائره الثانيه منوفيه ولتحويله الى الفئات. لكن خلونا يا جماعه نحاول نتصل بحد في اللجنه العليا للانتخابات لنستوضح ذلك. طبقا للي كنا شفناه في الدوائر الاخرى، لابد للجنه العليا الانتخابات أن تصدر هذا القرار بتغيير الصفة، وذلك عندما يصلها قرار المحكمة وقرار الإدارية العليا. وأذكركم طبعا بدائرة الساحل، وأذكركم بديروت، وأذكركم بالأسكندرية. الوحيدة اللي اتقبلت وتم إلغاء نتائجها كانت دائرة الساحل بعد حكم الإدارية العليا، لكن استنت اللجنة العليا للانتخابات أن يصلها القرار المحكمة، وده بياخد بعض الوقت. يا ترى محمد أنور السادات هينزل يوم الأربعاء فئات ولا عمال؟ حاجة غير واضح.
والحقيقة إن الأحكام اللي بتيجي قبل الشغل يعني قبل الانتخابات بيوم أو اتنين بتعمل ربكة فظيعة جدا في الانتخابات، سواء بالنسبة للمرشح أو بالنسبة للمنافسين أو بالنسبة للأنصار، في بتبقى ربكة كبيرة. يعني نتمنى من القضاء طبعا إن الأحكام دي تكون مبكرة بعض الشيء. ده بالنسبة للخبر لمحمد أنور السادات، ما زلنا لم نستوضح ده حكم الإدارية العليا، لكن هل هينزل عمال ولا فئات؟ ده سؤال مهم. احنا حاولنا الاتصال بالنائب لكن واضح ان هو في اجتماعات مستمره، لكن زي ما قالت لنا زميلتنا هند هناك استشكال عاجل سيتقدم به.